دخل عيني كده دخله غريبه يعني محدش طب قال ولا عديته يا استاذ حلواني ولا اي حاجه يلا خلاص مش عيب. زي ما شفنا دلوقتي بدل بدل رجالي او كانت زمان موضه انه مش موضه هي الرجاله بس هي بتلبس بدل دلوقتي كمان بقى بقت حريم. استاذ عمرو منيح حضرتك نورنا يا فندم. ميرسي يا ربنا يخليك. الترزي الترزي مش اسم غريب شويه الترزي ده؟ لا يعني واضح اسم انت زي ما بتقولي بالترزي ممكن نقول كل غرزه من ذهب. لا انا عارفه يعني ايه ترزي بس انا فاهم. احنا دايما نقول ايه احنا رايحين عند الترزي بالظبط. اوكي بالظبط. انت ما حسيتش انه الترزي يعني كلمه شائعه؟ ما هي عشان شائعه كانت اسرع انها انتشر. ياه شوف بقى الذكاء والمخ بقى برافو. طيب طبيعي ان الرجاله بتلبس بدل بالظبط، لكن اللي ما كانش طبيعي انه السيدات او البنات يلبسوا بدل وبكرافات كمان دلوقتي. تمام. هل ده اللي خلاك تبتدي تتجه لفكره البدل للسيدات ولا انت؟ لا هي اصلا موضه قديمه يعني اي حاجه بتبقى موجوده دلوقتي او قبل كده هي بتبقى موضه قديمه ورجعت تاني وبترجع بشكل مختلف بتاع الجيل بتاعها. موضه البدل البنادي دي حاجه قديمه يعني احنا زمان لو هنتكلم في العشرينات مصر كانت معروفه بتفصيل بدل وجزم سواء رجالي او حريمي. وبعدين طبعا بعد ظهور الحاجات الجاهزه والمصانع والمكن والكلام ده كله اختفت مهنة التفصيل او مهنة الترزي زي ما كنا بنقول. اوكي. يعني الموضوع بقى ابتدى يرجع تاني الايام دي لان الحاجات الجاهزة كلها بقت مملة. بلس البنات بتحب التفصيل لان الاجسام فيها تغيرات كتير فالتفصيل بيبقى يعني ادق. يعني كده جدا. بالظبط. اوكي. البنات بتحب طيب. التفاصيل احنا من الترزي معانا ست هدايا او ست اسايم من عند الترزي. بالظبط. بدلتين البدلين دول رجالي ولا حريمي؟ كله حريمي. كله حريمي. كله حريمي. وافرض واحد عايز يجيب هديه لجوزها. ده انت راجل يا عمرو وجاي. كلها حريمي. وجاي انا جاي لك بقى خلاص ها. طيب بدلتين حريمي وبعدين الاثنين اللي بعديهم بنطلونين والاثنين بعديهم اثنين تايور اللي هو الجوب وال بالظبط والجاكيت. بالظبط. طيب قالوا لك ايه يا عمرو لما قلت لهم ان انت جاي برنامج ياهو بس؟ لا ما خوفوني ما قالوليش. خوفوك قالوا لك ايه؟ قالوا لي بقى ربنا يستر عليك بقى انت تقريبا اول راجل تخش البرنامج فاهمه؟ لا مش اول راجل تدخل البرنامج في الفاشن جالنا اثنين قبل كده. مش عارف بقى احنا بنتكلم على كونسبت الراجل عامة يعني احنا دخلنا 4 5 قال لك خلي بالك. انا من الناس اللي اتعدت ما شاء الله يعني. قالوا لي خلي بالك بقى يعني ده لحد ما اخش قبل ما اخش لك على طول. ما تهزرش يا عم. طبعا متى انت نورتني والله. هو انا هو داخل عليا هو عامل كده هو بيضحك الحمد لله. بقول له ايه يا استاذ عمرو في حاجه معينه؟ لا يا استاذ عمرو في حاجه معينه اصل هم حذروني. ايوه حذروك من ايه يا يعني هبعض الناس؟ لا لا خالص لا اصل هم حذروني ان انا ده جاي البرنامج هنا هو دلوقتي فقلت له يا استاذ عمرو والله انا جاي من عليا وماشي فاهمه احنا طيبين. والله زي الفل. احنا شريرين. لا زي الفل. احنا مش شريرين ما شريرين وانت طيب يا عمرو. انا هو طب ناخد اول تليفون معانا. ناخد تليفون مياده. يا مياده حبيبتي حبيبه قلبي ممكن نوطي التلفزيون بعد اذنك يا روحي؟ انا كرمت خالص. يا روحي كتنتو كتنتو حبيبه قلبي رضوى انا عايزه اقول لك انا كلمتك قبل كده كتير. اوكي. معلش انا بعتذر للضيف يعني حاجتك اصلا معروفه وجميله ما شاء الله عليك. معروفه وجميله. ربنا يخليك ربنا يخليك. انا عايزه اقول لك حاجه. اتفضلي. بعد اذنك. اتفضلي. انا بحبك قوي بسمع كلامك جدا وندمانه ندم السنين ان انا ما سمعتش كلامك لما قلتي لي افتحي خطبتك. انا عندي ولد وبنت دلوقتي وبطلق ومتمرمطه. البنت اللي بعتلك السؤال بتقول لك التنمر وال 30 انت قلتي جمله فيها المفيد. يا جماعه ما حدش يتجوز عشان خاطر حد. ما حدش بينفع حد ايا كان الحد ده مين. ما حدش بينفع حد. انا ابويا قال لي عايز اجوزك قبل ما اموت الله يرحمه. اتجوزني ومات. وانا متمرمطه ومتبهدله ومفيش حد حنين عليا
مفيش حد بيطبطب عليا، مفيش حد بيقول لي معلش انت اللي خربتي بيتك وانت السبب وانت ومفيش حد بيقول اي حاجه غير ان انت السبب. انت ست حافظي على البيت، اتضربي وتهزقي واصرفي وحربي واستحملي عشان انت المفروض تستحملي، عشان انت ست. ست ازاي مع رأي يعني انت تستحملي ليه كده؟ انت بتشتغلي انت بتشتغلي اصرفي. اه هو بيديكي الالف جنيه بتاعته وانت كملي. طب ما انا بكمل ومش عاجب. لا هو انت كان المفروض تستحملي. استحمل مين يا جماعه؟ استحمل ليه؟ استحمل اهانه وشتيمه ليه؟ لا هو كده استحملي واخرتها انت اللي خربتي بيتك. ما بيسالش على عياله سنه؟ اه ما هو رد فعل للي انت عملتيه. ما سجلش ابنه وانا متبهدله عشان اسجل ابنه؟ ما هو رد فعل للعند اللي انت عملتيه. مش رفعتي عليه قضيه؟ ما لوش علاقه. انا اسفه طبعا ضيعت وقت البرنامج وضيعت وقتك، بس انا عايزه اقول لك ان انت بتعملي رساله لو سمحتي ما تضيعيهاش وما تخليش حد يتجوز غصب عنه او من غير ما حد يقول له، من غير ما يعمل حسابات، من غير ما يقول الراجل ده ينفعني فالراجل ده اللي هيعيش معايا فالراجل ده اللي مختاراه اب لعيالي. ويا ريت المنظومه كلها يعني ما تنفعش. يعني انت اللي كانت بتتكلم امبارح اللي هي المذيعه صاحبتك دي على فكره عندها حق جدا، الدنيا ولا امان ولا كويسه وعندها حق ان ما حدش يخش في حياتها تاني. انا واحده من الناس عندي 34 سنه مستحيل افكر ان ده يحصل تاني. خلاص هخلص من تجربتي السودا دي وابقى كويسه. وعلى فكره انا هعمل براند وهاجي اقعد قدامك وهنجح عشان عيالي ايا كانت الضغوط اللي حواليا شكلها ايه. ميادة، ميادة اتفضل. اولا انا بعتذر. لا لا لا. اولا صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ثانيا نقول يا رب عليه افضل الصلاه والسلام. ثالثا عندك محامي؟ يا رب. عندك محامي؟ اه عندي بس بتاخد فلوس كتير قوي قوي. طيب هنوقف شغل مع المحامي او المحامية دي مع احترامي الشديد. احنا هنتكفل بالقضية. نمرة 4، انتي عايزة تعملي مشروع؟ اه خياطة وكده؟ اه انا اصلا بعرف اخيط. طيب وبعمل حاجات مشروعك كويسة. مشروعك مشروعك عندي يا ميادة على قد ما بقدر بلايات يعني. انا عامة شغالة ملايات كويس وبحاول ابدا في حاجات اطفال. طيب طيب ميادة 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 بصي 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 ركزي ركزي معايا ركزي معايا. مها ابو بكر هي اللي هتكمل لك بقيه القضيه. استاذ عمرو الميهي تقدري تروحي تتدربي او تتمرني او تشتغلي معاه بالظبط من الاسبوع اللي جاي. انا هجيب لك مكان الخياطه واحنا هنجيب لك القماشه والحاجات وانا هسوقها لك. يا الله انا مكلمك يا حسن ربنا يخليك يا رضوى. خدوا ميادة ما تقفليش. انت فهمت؟ انت راجل قاعد قدامي انت فهمت؟ انا فاهم بس مش ما كانش ده كلامي ولا ده قصدي يعني. اكيد بيبقى في ناس بتمر زي ما انت قلت في رجاله وحشه وفي رجاله. انا عايزه منديل. كويس. ايه اليوم ده؟ انا عايزه منديل. يا سلمى خدتي نمره ميادة معاك. يا عمرو ايوه انا هنبعتها لك من الاسبوع. لا 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 ده وعد وعد والله مش بهزر. وانا والله يعني لو هي سمعانا انا عارف. عايز اقول حاجه، هي في ظروف صعبه فعلا فعلا. اكتر الناس اللي نجحت شفتها في حياتي وقريت عنها والكلام ده كله ابتدت بظروف صعبه يعني. بالعكس ده المفروض يبقى دافع ليها ان هي زي ما تقول يعني. انت لو حسيتي في غير اللي كده بتقول انا هعمل وهحب هتعمل ان شاء الله صح. فده راجل اهو راجل اهو بيقول لك هتعملي والضربه اللي ما تموتكيش اللي ما تقتلكيش تقويكي. واه الحمد لله رب العالمين. ولا ايه ميوش؟ ومعانا اهو راجل هيساعدنا اهو راجل اهو هيساعدنا يا جماعه. الاول لاول مره اهو لاول مره راجل بيحل مشكلته واحده ست في البنيه. يا عمرو انت مش هتتنسي اصلا خالص. لا والله مش اول مره. يلا ناخد ال ال الايمان. يا ايمان يا ايمان يا ايمان ممكن نقفل التلفزيون حبيبي؟ الو ممكن نقفل التلفزيون؟ خلاص وطيت اهو. ازيك يا ايموز؟ الو ايوه يا ايموز.
ازيك يا رضوى؟ عامله ايه؟ ازيك انت يا روحي؟ بحبك قوي يا رضوى. انا بموت فيك يا روح قلبي انا والله. بجد انا مبسوطه جدا اني بكلمك. شفتي الموديلات بتاعه الترزي؟ اه ما شاء الله حلوه قوي. الترزي بنفسه قاعد قدامنا يا جماعه. طيب عايزه تايير ولا عايزه بدله جاكيت؟ لا بدله. اقول الموديلات بتاعته على الشاشه بدله. طيب آه. ماشي خلاص. احنا تفصيل في اي شكل بقى؟ اي شكل هي تختاره؟ اه ولا تفصيل. اه طيب بص يا ايموز، يا ده انت كريم قوي. امال كنت جاي مدي بوز ليه يا عمرو؟ انا لا خالص. خلاص بقى انت فكيتي الخوف بقى خلاص. عمرو هيدلعك يا ايمان ويعملك البدله اللي انت عايزاها. خليكي معايا عشان اخد بقيتك في الكنترول دلوقتي. واحنا بنتكلم الموديلات بتاعت الترزي معانا على الشاشه، حاجاتك حلوه قوي يا عمرو. ربنا يخليك، ربنا يخليك حقيقي. مش اكيد بقى هعمل لك بقى من هتعمل خلص شهور وقت والله. انا عايزه بدله بكرافته. ماشي ماشي ماشي. سودا في الوان كتير بقى. انا سودا. ليه اسود؟ انا سودا بقى. طيب معايا مين؟ حنين. هتخاني مع بعض. يا حنين. الو. ازيك يا حنين؟ الحمد لله. عامله ايه يا روحي؟ كويسه. انا بحبك قوي. انا كمان بحبك قوي قوي قوي. حنون احنا عايزين بدله ولا بنطلون اللي هو نازل الموضه ده اللي هو لحد كده طويل هاي ويست ده، ولا تايور جاكيت وجوب؟ لا انا عايزه بدله. عايزه بدله. انت عندك انت لمين؟ انت عندك كام سنه؟ 11. ما انت عايزه بدله لمين؟ لاختي. عندك كام سنه؟ 21. 21. اه لو 21 حاضر يا حنونه. خليكي معايا عشان ياخد بيتك في الكنترول كده. البدلتين راحوا، وده معانا البنطلونين اللي هم الهاي ويست دول نازلين موضه قوي، واثنين تايور اللي هو الجاكيت والجوب. والجوب تعملها بنفس الطول يعني لو محجبه. يعني اكوردنج بقى احنا تفصيل. انت بقول لك الاطوال. طيب قمشتك بتجيبها منين بقى؟ الترزي بيجيب قمشته منين؟ بصي الموضوع كله من اوله لاخره يعني صناعيه مصريين. انا بس حابب اشكرهم، اكيد هم شايفيننا دلوقتي. انا من غيرهم ما كنتش ابقى هنا. من اي حد ساعدنا او كان بيشتغل معانا هم بالاخص، يعني علاقتي بيهم قويه شويه. تاني حاجه بقى القميشه منين؟ القميشه كلها بتبقى انجليزي تمام، بس بنجيبها من هنا من مصر. من مصر بس، غير فيما عدا الباقي عماله مصريه. ناس كبيره وناس صغيره. الناس دايما بتقول التفصيل الناس بتبقى كبيره، لا في ناس صغيره شاطره جدا يعني. باقي بقى البطانات والحشويات والكلام ده كله بقى في حاجات مصري، وفي حاجات طبعا بقى بتبقى صيني. الكات يا عمرو ما بتبقاش صعبه انك تعمل بدل التقسيمه بتاعت الستات؟ انا بتكلم على الستات، لان الست دايما بتبقى لو عندها وسط بتبقى عايزه الحرده بتاعت الوسط في الجاكيت، غير الراجل اللي نازل صك كده نازل. لا الرجاله نفس الكلام على فكره. الناس اللي بيلعبوا جيم بيبقوا كتافهم عريضه ومن هنا عند بطن فاضي. الموضوع يا راجل والله ما حد قال لي. انا بقالي كتير ما مش متابعة الحاجات الرجاله. بصي هو كل جسم طبعا وليه بيبقى عيوب ومشاكل. يعني عايز اقول لك ده مش عيب، دي بتبقى ابسط مشاكل. في حاجات بقى بتبقى كتف وكتف، في السمانه سمانه وسمانه، طول رجل ورجل. يا راجل سمانه اكبر من سمانه. في كتف وكتف ناس تبقى مش عارفه بتكتشف ما عنده مثلا طول من هنا الكتف للرقبه غير طول هنا. المقاسات بقى المزوره هي اللي بتطلع الكلام ده كله. اوكي طب خلينا ناخد ده انت بالمزوره كمان تفصيل. احنا رجعنا، ده انت رجعتنا. ما بقولك ترزي جميل. معانا مين؟ منى. يا منى ازيك؟ ازيك انت يا روح قلبي؟ انا طيبه. انت طيبه يا حبيبتي. انا قلبي هيروح عند القلب مش قادره استحمل. ليه 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 يا نونا حبيب قلبي؟ احبك انا، احبك احبك يا نونا. الله يخليكي. عامله ايه؟ انا كويسه يا روحي. طول ما انتوا كويسين يا نونا. انا مش مصدقه والله هموت قلبي. والله انت يا قمر والله. اوعي اي شله هم اللي قلبهم يوجعهم. انت لا ربنا يخليكي. عامله ايه حبيبتي؟ كويس. انا مبسوطه بالبرنامج بتاعك قوي قوي قوي. ربنا يسعدك. ربنا يسعدك يا نوني. نوني احنا عايزين بنطلون. عايزين بنطلون ولا عايزين جاكيت وسكيرت او جوب؟ لا بصراحه انا نفسي بدله قوي، بس يا رب يعرف مقاس. بدله؟ لا البدل خلصت للاسف. انا اسفه. طب معلش ممكن ناخد جاكيت؟ جاكيت والجيبه بتاعته. طيب ايه رايك؟ انا وزني كتير، انا 110. هو مش مشكله، هو هيظبطها معاكي. طيب لا خلاص ده بقى صديق البرنامج الترزي. ماشي ماشي يا حبيبتي. خليكي معايا اخد ولادتك في الكنترول. معانا ساره. شفت فكيت وبقيت كويس ازاي؟ اه والله انا فاكر كله. يا سرسوري. يا سرسوري.
الو ساره، ممكن نقفل التلفزيون؟ الو اوكي هوطي. على فكره انا بحبك قوي، بموت فيكي. ربنا يسعدك. انا كمان بحبك قوي، ربنا يخليك. لا بجد وبصراحه يعني انا عايزاكي كده تقولي كمان وكمان. بيبهدلوني يا لا ولا يهمك من اي حد. يعني ربنا يخليكوا لي، ربنا يخليكوا لي يا سعد. ومعاكي. احنا كل البنات اللي معايا وكل اللي بصي انا معايا خمس بنات هنا. يا لهوي بصي وحضني الواحده كلنا بنحبك. احنا بنحب مين؟ رضوى 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 رضوى. ما يهمكيش حد. صرصورة انا بصي يومي الاول، ثانيا احنا عايزين بنطلون ولا عايزين جاكيت وجوب؟ ايه اوكي بنطلون. بنطلون ماشي يا سرسوري، مبروك عليكي يا روحي، خليكي ماشي. والله لو كنت تي اول اتصال كنت اديتكم ست هدايا، بس خلاص بقى وبعدين الترز هيتخرب بيتوا كده يا جماعه. طيب احنا كده قد ايه يا جماعه؟ ثلاثه من ال ولا اربعه من اربعه من السته، فاضل اثنين. هل دول اخر سؤالين؟ السؤال قبل الاخير ماشي. فكره البنطلونات الضيقه للرجاله نزلت موضه تاني؟ لا لا بصي على حسب كل واحد بيلبس بطريقته يعني، بس لو بنتكلم في موضه لا بالعكس، ده الحاجات الكلاسيك قوي اللي هي الكسره او الكسرتين والكلام ده كله هي اللي راجعه البنطلونات الواسعه. والموضه في الرجاله كام زرار قدام؟ اثنين او دبل بريستد او اللي هو صفين يعني بتبقى مقفوله كده. والفتحات الفتحه بتاعت البدل يعني اكوردنج للموديل او على حسب نرجع الموديل ايه واللي بيريحه ايه. في الموضه فتحة ايه؟ لا الموضه يعني هما ثلاث حاجات، يا فاتحه اثنين مفيش، المفيش دي قليله شويه، هي فاتحه واثنين. الستات لا الثلاثه عادي على حسب التلبيس نفسه ايه. والزراير الستات موديلاتها كتير قوي يعني ما نقدرش نقول حاجه معينه، بس هو الثلاث زراير دي مثلا اتلغت، هو معظم الستات بتبقى زرار او كروازي او زرار هنا او. طب يعني انا سمعت ان هما بقوا سته. ايوه ما سته ده اللي هو الكروازيه. الكروازيه اللي هي مقفوله اللي هي بيقفلهم على بعض. بالظبط كده. اوكي سؤال اخير. هل طول البنطلونات القصيره رجعت موضه تاني؟ ولاد ولا بنات؟ بنات. القصيره على حسب الموديل يعني، لو في هيلز عالي البنطلونات مثلا لو هي نازله على ضيق تبقى قصيره حلو. اوكي. لو بنطلون نازل واسع لا بيبقى اطول مغطي الجزمه كلها. ورجالي؟ الرجال على حسب الجزمه يعني، لو جزمه زي لابسها مثلا مفتوحه من غير رباط بنطلون يبقى قصير. طيب تعالى ناخد دلال مع بعض وكده. يا دلال دلال انت اسير. يا دلال الو مساء الخير. مساء الخير، ازيك انت يا حبيبتي؟ الله يخليك. احنا كده فاضل معانا بنطلون تاير وتاير اللي هو الجاكيت والجوب، تحبي ايه من الترزي؟ التاير ممكن؟ عيوننا يا ده التاير اللي هو الجاكيت. مبروك عليكي من الترزي، خليكي معايا عشان تاخدي بالك في الكنترول كده. فاضلش غير بنطلون. معانا تليفون ولا ما حدش بيرد عليا خالص، محدش بيعبرني عامل في البرنامج ده على فكره، ولا حد في الكنترول، ما حدش بيخش بس غير يقول لي جمله يغلسوا عليا بيها ويخرجوا، ما حدش بيعبرني. يا جماعه احنا على الهوا يا ماما، في جماعه تليفونات ولا ايه؟ ولا حد عايز يعبرني؟ يا عمرو تنورت يا عمرو والله العظيم. ومتشكره بجد، ربنا يخليك. انا متشكر والله. اللي انت بتعمله او الصور اللي انا شفتها كانت عجباني جدا، لانه انا اكتشفت الموضه بتاعه البدل دي، يمكن لبست بدله في مناسبه أوكي. من ثلاث اسابيع أوكي. والناس كلها كانت بتقول ان قد ايه فكره البدله بالظبط حلوه جدا جدا جدا. اشكرك ايها الترزي الهمام، نورتنا يا فندم وفكيت وكله زي الفل. مشاهداتي اعزائي خليكم معانا وتابعونا ومازال معاكم وهي وبس.